على كأس مجموعة زيد بن ذيب لمسافة 1200. أترك الكلمة للوصف التعليق مع الزميل منصور عبد العزيز. الشوط الخامس على كاس مجموعة زيد بن ذيب لصناعة والتجارة من مسافة 1200 متر بانطلاقة 4 جهات بعد انسحاب جودوود من هذا الشوط. انطلاقة برنس بونير هو الذي يتصدر السباق من البداية، إذا 3 جهات في موقع واحد. ليجندري لانج بمحادات السياج، وأيضا برنس بونير في المركز الثاني، وأيضا كيرتن كول في المركز الثالث، بينما تأخر لبازاراتو في المركز الرابع. هنا الدخول في الخط المستقيم باتجاه خط النهاية، ولا زال ليجندري لانج هو الذي يتصدر السباق. المركز الثاني برنس بونير بقيادة الفارس حسين مكي، بينما انطلقت كيرتن كول مع الفارس عبد الرحيم جاسم، وهنالك محاولات ايضا من قبل بازاراتو بقيادة الفارس جيرالد فران، بينما انطلقت المرشحة الاولى كيرتن كول بقيادة الفارس عبد الرحيم جاسم، بينما هنالك محاولات ايضا من قبل ليجندري لانج بقيادة الفارس ريتشارد مولين. اذا الصدارة حتى الان مع، بينما انطلقت بازاراتو قادم بقوة. فاعلن ايها المتابعين يتابعون الكرام، هنا بازاراتو مع الفارس جيرالد فرانج، من ينتزع ويخطف خامس اشواط الامسيه. اذا بازاراتو ذو العمر ال 11 سنه من يخطف صداره هذا الشوط بقياده الفارس جيرالد فرانج وبتدريب السيد علي جان وبشعار علي نبيل داد الله. إذا بازاراتو المرشح الثاني من ينتزع ويخطف صدارة الشوط الخامس على كأس مجموعة زيد بن ذيب لصناعة والتجارة.